يا هلا وسهلا وحياكم الله. الابتعاث من الألف إلى الياء بخطوات سهلة ومختصرة. أنت الآن جايني تقول فواز أنا بغى أقدم على الابتعاث، سألتك قلت لك عندك آيلتس؟ قلت لي لا والله. طيب شلون تبي تقدم على الابتعاث؟ أنا نزلت حلقة في بداية السلسلة بس إنها الآن صارت الناس ما عاد تشوفها للأسف، إنهم يجون على طول يشوفون يسألون ما يشوفون القناة، لذلك خذ الزبدة الآن. لا يوجد تقديم ابتعاث بدون لغة إنجليزية، مو بدون لغة إنجليزية، لا يوجد قبول جامعي. أنت تبغى قبول جامعي الآن من بريطانيا ولا من أمريكا ولا من أستراليا ومن أي مكان، لازم تكون دارس لغة إنجليزية ولازم تكون مختبر اختبار يعني آيلتس أو ما يعادل آيلتس، بس أنا أتكلم عن الآيلتس بالتحديد لأني أنا شغلي كله بالآيلتس أو الجامعة اللي أتعامل معها بالآيلتس. تخلص الآيلتس تقدم على الجامعة هذه آسف، تقدم على الجامعة، خذيت القبول من الجامعة، تبدأ تشوف وش متطلبات الابتعاث. تقدم الحين على الابتعاث. واحد جاني قال أقول له ما في ابتعاث بدون، ما في قبول بدون آيلتس، قال تكفى شوف لي دبر لي يمين يسار، أنا بيطلع براسي خلا. عرفت؟ فإذا ما عندك آيلتس لا تفكر إنك تطلع ابتعاث. واحد يقول أبغى الدول غير ناطقة بالإنجليزية، ما أقدر أفيدك، وهذه الدول هذه كلها صعبة جدا إنك تحصل فيها على قبول، حتى لو حصلت على قبول في الجامعة بتروح تطلع الفيزا بيجيك رفض في الغالب. وهذا نعرف واحد صارت معه رفضوه، جايب قبول في ألمانيا، تخيل، وهو جايبه بنفس القبول. إذا تبي القبول بنفسك رح جيبه دبر قبول بنفسك وقدمه لعلها تمشي أمورك. لكن أتكلم عن الدول الإنجليزية، لازم تدرس لغة، اللغة بتدرسها الحين بعدين، حتى بعدين إذا توظفت بيجيك ترقية بيقولوا لك يلا جيب لغة، بيجون الناس يترقون على قولتهم ياخذونها عليك وانت قاعد ما عندك لغة إنجليزية. لذلك ادرس لغة إنجليزية، طلعت ابتعاث طلعت، ما طلعت عندك لغة، ما طلعت هالسنة تطلع السنة الجاية. الابتعاث انت وشلون بتعيش في مجتمع وشلون بتدرس في جامعة وعندها مقررات بدون لغة انجليزية؟ انا استغرب من الناس يقول هل مطلوب، هل ضروري، هل اجباري؟ هذا شرط اساسي، هذا الشرط الاول. الجامعة ما راح تعطيك مقعد بدون الشرط هذا. بعضهم يقول انا بروح ادرس بريسيشنال كورس وبجيب قبول، اوكي درست بريسيشنال كورس 3 شهور وجبت قبول جامعي، قدمت على ابتعاث جاك رفض، اقعد بها يلا، وبعدين تدخل على حسابك، اقول لك يلا رح الان تروح. اذا انت بتدرس على حسابك في الجامعه ادخل بريسيشنال كورس، جيب القبول النهائي وادخل الجامعه على طول، كذا انت صح، لانه ما عندك خيار ثاني الا الجامعه هذه. وانت بتدرس على حسابك روح تقدم على الابتعاث، قدمت على الابتعاث جاني رفض يلا، وين الايلتس؟ ما في ايلتس، بريسيشنال كورس ما حد يعترف فيه الا الجامعه اللي درست فيها. هذا عشان كذا أقولك ادرس آيلتس وخلص أمورك، لا تجلس تضيع وقتك. اختبر يا أخي، ادرس لغة إنجليزية حتى لو ما طلعت ابتعاث، لأنك أنت هذا شيء مطلوب عليك. اللغة الإنجليزية الآن في كل مجال، حتى لو الجهة هذه ما عندها لغة إنجليزية فقط يبغون لغة إنجليزية، مسوي اللي فيها. فهذا يطورك أنت مع المستقبل، أنت بتطورك. فكر في الموضوع زين، يعني بعضهم يجي حتى ما راح يقرأ شروط الابتعاث وشي. أنا هذا الشيء اللي ضايقني صراحة، كثرة الأسئلة اللي يعني الشخص يجيك وهو ما عنده خلفية. بعضهم طبعا مو بكلهم والله، ما عنده أبداً. أنا أقول لك أنا نفسي أني أجاوب على كل واحد لكن صعب. الآن أنا لو تروح تشوف ناس مثلا في جهات محددة أو أشخاص محددين مثلا، ممكن حتى هذه ترى ممكن أنا أسويها في المستقبل، لأني ما أقدر أنا أعطيك من وقتي. أنا أقدر أعطيك لأني فاضي وعندي وقت الحمد لله، لكن في المستقبل أنا ممكن ما أقدر أعطي استشارة. ليش؟ لأن وقتي ما يسمح، ولو ان وقت يسمح ما راح اعطيك اياها فري،
لانك انت جاي تبي تسولف وتاخذ معلومات، يعني على قولتهم تاخذ مني جلسه استشاره. وهذا كثير من الناس، ولو تلاحظهم اغلب شيء المكاتب المحاماه والقانونيين، عشان تاخذ جلسه استشاره في قضيه محدده لازم تحول 500 ريال 300 ريال ايا كان المبلغ، وبعدين تحول الوصل، انك حولت الوصل، وبعدين يعطيك موعد محدد جلسه استشاره. فهذه المفروض اللي انا قاعد اسويه، هذه المفروض تسويه الوزاره ترى، جلسات استشاره للمقبلين على الابتعاث. خذ موعد وروح وتقعد مع واحد مبتعث سابق، اهم شيء يكون، والمفروض انهم يردون على كل استفسارات، وعنده مواعيد، والله عنده اليوم 5-6 عندهم مواعيد، ويجي يقعد معك نص ساعه ساعه يعلمك، يرد على جميع استفساراتك. هذا الصح المفروض تسوي صراحه الوزاره. اوكي يقولك في مؤتمر الابتعاث، هذا انا ما اشوف انه ما فقط اجباري، في معلومات بسيطه لكن ما في معلومات دقيقه، معلومات دقيقه ما في. في تويتر موجود في معلومات في ذا، بس الناس ما يقنعها الا الشخص اللي يتكلم. وانا اشوف الناس اللي تجيني تشكرني بشكل رهيب الحمد لله، وتدعي لي اللهم لك الحمد. لذلك فكر دائما انه قبل ما تسال عن المعلومه ابحث عن المعلومه، ابحث ثم ابحث ثم ابحث، كل شيء سهل الان، لانه الابتعاث بيعلمك طريقه البحث الصحيحه، وراح تتعلم كيف تبحث عن المعلومه في الابتعاث. اتمنى الحلقه هذه فادتكم ونفعتكم، ومثل ما قلت لك لا يوجد ابتعاث بدون لغه انجليزيه. قبل ما تحصل على اللغه الانجليزيه والدرجه المطلوبه لا تفكر في المرحله القادمه في الابتعاث. اوكي، حتى لا تسال عن التخصصات. يجوني ناس يقول فواز التخصص شو رايك التخصص الفلاني، معك لغه؟ لا والله ما بعد اخبرت. يا قلبي لا تتكلم بتخصصك وانت ما خذيت لغه، خذ لغه وانت بعدين بتتغير عندك امور كثيره، وبتعرف اشياء كثيره في قناعاتك وتطورك، حتى ممكن نفس التخصص هذا تعرف كيف انت يعني تختاره بشكل دقيق اكثر.